حبيبتي جبتي لي كيسين 41 جنيه؟ ايه لك تفضل. شكرا. يسلم. هاي لاستيكات كمان. تعرف ابو الهنا انا كثير بستحي حدا ما عرفنا يشوفني وانا لابسه هالكياس. والله يتوب علينا من الحاره وطينه. متعمي يعني حاره كلها جمعيات سكنيه ومتعمي الا ما يلتقى شويه طيار. يلا كم سنه نرتاح باذن الله. ايه ان شاء الله. حبيبتي جبتي كياس تبع الرجعه؟ ايه لك موجودين بالشنطه. ابكديه نشوف. ايه موجودين، بس تعرف ابو الهنا قربوا يخلصوا اللي عنا، صار لازم نروح نشتري. بهالكم يوم عم بنزل على المزورية وبشتري لي شي كيلو. نصه 41 الي ونصه 45 اليك. يلا حبيبتي. يلا. يا رب. يعني شي لا. كانه ريحة غاز خيره، يمكن مالي مسكر النينة، لحظة بس. هاي راشتي حبيبتي حتى ما توعي بشي طابوسه يعني. طلع ابو الهنا ما نسيت الكروت؟ طيب الكروت وين؟ لا شحوا الكرت بجد. معناتها رح يكون العرس غير شكل ما؟ اذا كان خيره عرس المهيد يعني. بتذكر عرسنا؟ اي والله خيره بتذكر، صار هذاك العرس هذاك اليوم. يلا خيره امشي. يلا. يعني لساتك بتحبني مثل الاول؟ لك انا وقت عندي شعر ما شفت الطابوسه اللي وقت فيها. ما بقى ينضاف الا امشي نرجع على البيت نظفوا. امشي.